ازيك يا كابتن ميدو؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب جميعا. وبالتوفيق السنه دي كده مع الدراويش ان شاء الله تعمل يعني نتائج مميزه ان شاء الله، وتبقى سنه خير عليك وعلى النادي الاسماعيلي ان شاء الله. ان شاء الله بتكلم باذن الله. يعني سامعين كده النهارده الاسماعيلي عمل مباراه مميزه وانت لعبت بفرقتين امام فريق غزل بورسعيد، فيعني تعليقك على الفتره الحاليه، فتره اعداد النادي الاسماعيلي، المستوى اللي وصل له النادي الاسماعيلي، الطموحات بالنسبه لك الفتره الجايه شايفها ازاي بالنسبه للنادي الاسماعيلي ان شاء الله؟ يعني طبعا احنا كريم انت عارف ان كان هدفنا الاول هو اعاده تنظيم الفريق، واستغلينا الفتره اللي فاتت بشكل جيد جدا، سواء بطوله شمال افريقيا او قبل بطوله شمال افريقيا، ان احنا نظمنا الفريق بشكل جيد سواء داخل الملعب او خارج الملعب. المهم الاصعب بالنسبه لنا هو كان الاستغناء عن اللعيبه اللي احنا كنا شايفين ان هم يعني مش هيكونوا صالحين للعب في النادي الاسماعيلي او سواء النادي الاسماعيلي، وفي نفس الوقت التعاقد مع لاعبين بحكم قيمه النادي الاسماعيلي. بعد كده بدانا فتره الاعداد بتاعنا بقى دلوقتي اكثر من 10 ايام او 10 ايام تقريبا، والحمد لله يعني اللعيبه كلها ملتزمه بشكل كبير جدا. في عايز اقول لك ان في تنافس كبير جدا بين اللعيبه، لان عندنا عدد كبير جدا من اللعيبه المميز، واللعيبه كلها في تنافس كبير جدا ان هم يعني يحاولوا يخشوا في التشكيله الاساسيه بتاع الفريق الاسماعيلي، ودي حاجه او حاله احنا قدرنا نخلقها داخل الفريق كانتش موجوده قبل كده في فريق الاسماعيلي. الحمد لله يعني لغايه دلوقتي بالنسبه لنا مهم جدا هو استجابه ورد فعل اللعيبه للنظام اللي احنا حاطينه، سواء النظام الجديد القاسي اللي احنا حاطينه في 10 ايام او السيستم اللي احنا عايزين نشتغل بيه طول الموسم سواء خارج الملعب من طريقه الحمد لله جدا وسعيد برد فعل. شيكابالا اخباره ايه يا ميدو؟ كويس جدا الحمد لله، ملتزم بشكل كبير جدا، وان شاء الله يعني انا واثق ان هو هيكمل بنفس الشكل باذن الله. الحاله البدنيه بتاعته كانت كويسه ولا كانت قليله شويه ومحتاج لسه فتره اعداد اقوى؟ ميدو ميدو معلش التليفون بيقطع، بس انا مش سامعك كويس، لو هتقف في مكان بس. سامعني كويس؟ كده كويس يا ميدو. اقول لك يعني طبعا شيكابالا محتاج مجهود كبير جدا عشان يرجع لافضل مستوى فني ليه ويرجع للفورمه بتاعته. لكن هو بيتطور وبيتحسن من يوم للتاني. انا شايف ان هو في رد فعل واستجابه منه كبيره جدا، وملتزم بكل التعليمات بتاعتنا، ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للاسماعيلي. لان شيكابالا انا مؤمن ان احنا لو قدرنا ان احنا نرجعه حتى ولو ل 70% من مستواه هيكون اضافه كبيره جدا لينا. بالظبط. ميدو يعني رايك ايه في الموقفين اللي حصلوا امبارح؟ جمهور الاهلي شتم الاسماعيلي، والنهارده الاسماعيلي بيرد الموضوع وحرقوا علم الاهلي والكلام ده، يعني انا زعلان جدا وانا بتكلم في النقطه دي، ومش عارف شايفها ان كنت اتمنى ان الاسماعيلي يلعب السنه الجايه مع الاهلي في اسماعيليه، والاهلي والاسماعيلي يجي يلعب مع الاهلي هنا في القاهره، ويعني مش عارف، يعني مش عارف ليه الناس بتعمل كده في الفتره الحاليه، واحنا محتاجين كلنا نتكاتف وكل العلاقه ما بين الانديه تبقى مميزه في الفتره الحاليه. والله كريم يعني في موقف مماثل نتج عنه وفاة أكثر من 78 شخص. بالظبط. بداية وفاة ضحايا حادث بورسعيد الله يرحمهم كان يافطة وإساءة لمدينة كاملة. شايف طبعا إن ده يعني لأن مفيش حد يتعداها داخل المدرجات. النهارده لما بتخرج وبتشتم مدينة كاملة، ده أكيد هيبقى ليه رد فعل. أيا كانت إيه الأندية، إحنا بنطالب من الجميع الهدوء، إحنا دلوقتي كلنا بنسعى وبنحارب عشان جمهورنا يرجع مرة تانية في المدرجات، وإحنا كلنا مؤمنين إن مفيش كورة من غير جماهير. لكن في نفس الوقت لازم تبقى الجماهير مسؤولة، ولازم يعني لازم يبقوا عارفين مع الكلام اللي بيخرج من بقهم. يعني ميدو يعني أنا حاسس إن هي مقصودة في التوقيت ده، مش عارف يعني حاسس إن هي مقصودة عشان السنة الجاية والدوري والأهلي يروح يلعب في الإسماعيلية والإسماعيلي، يعني مش عارف. إحنا كل ما بنتقدم خطوة بيرجعونا 10 ورا. يعني كل ما بنتقدم خطوه وبنسعى بجديه ان يبقى في جمهور ويبقى في احترام بين الجميع، الناس بترجعنا 10 خطوات لورا. فطبعا يعني الحقيقه كنت حزين جدا من الاستفزاز اللي حصلت امبارح او من
النساء اللي حصلت النهارده. لكن يعني انا عايز اقول لك من ان يعني لو تيجي تقعد في اسماعيليه او في البلاد اللي اسماعيليه الناس اللي عندها شغف كبير جدا لكره القدم هتعرف قد ايه من كل كلمه بتتقال بتاثر فيهم. ايوه الناس دي ناس عاطفيين جدا وناس بيتاثروا باي كلمه تتقال عليهم. مشكله ان شويه عيال صغيره يا ميدو هي اللي بتعمل كده، يعني مش دي ده مش ده جمهور الاهلي اللي هو الناس العقلاء، الناس اللي بتشجع كوره بيروح تستمتع بالكوره، يعني دايما الالتراس دايما متواجد في الاحداث السيئه، مش عارف ليه. والله للاسف يا كريم احنا حذرنا من القصه دي قبل كده، وانا كنت بقول ان بتمنى ان النادي يبقى فيه وقفه ولازم الناس كلها تتكاتف عشان يبقى فيه قانون بيحمي الجميع ويحمي جميع اطراف اللعبه. لكن للاسف انا شايف ان في ايادي مرتعشه، في ناس مسؤولين مش عايزين ان هم ياخدوا اي قرارات حاسمه قرارات صارمه لمصلحه الدوله ومصلحه الكره المصريه. وللاسف زي ما بقول لك تقريبا كل خطوه لقدام بنرجع 10 ورا، لكن في النهايه احنا بنتمنى ان صفحه الاساءه بين الجميع تنتهي لان عواقبها وخيمه، واحنا جربنا قبل كده كلنا اتاذينا سواء بين الجمهور اللي مات والاطفال اللي مات واهاليهم، كلنا اتاذينا كلنا اتاثرنا بحادثه بورسعيد. واخر حاجه بنفكر فيها واخر حاجه ان هي يعني ممكن تحصل تبقى على بالنا ان هي ممكن ترجعنا بقى 10 سنين ورا فعلا، هو ان يحصل حادثه تاني بحجم فجعه بورسعيد. بأكد ان هي بدات بشويه عيال برضه. بدات بشويه عيال غير مسؤوله وانتهت بموت وانتهت بمشكله كبيره جدا. فاتمنى ان المسؤولين يتداركوا المشكله باسرع وقت ممكن ونتكاتف جميعا علشان ما نكررش ماساه حادثه بورسعيد. ميدو السؤالين سرعه كده في نهايه حديثي معاك، ويعني رايك في جدول الدوري بالنسبه للنادي الاسماعيلي او ترتيب الماتشات، وتوقعاتك للاهلي والزمالك بكره في الكاس ان شاء الله. يعني طبعا انت عارف يا كريم ان كل الفرق دلوقتي في الدوري بقت فرق قويه جدا. يعني النهارده ما بقاش في ماتش في الدوري ماتش سهل وماتش صعب. فاحنا بنحترم جميع الفرق، عندنا الماتشات الاولى الانتاج والمقاولين والداخليه. هتلاعب كابتن شاوي غريب وبعدين كابتن حسن شحات. نعم يا فندم. نعم يا كريم. هتلاعب كابتن شاوي غريب وبعدين كابتن حسن شحات. طبعا دول يعني هما الاثنين يعني اساتذتي، هما الاثنين طبعا. لا مش قصدي ان حاجه طريفه، يعني في بدايه مشوارك مع الاسماعيلي يعني كابتن شوقي وبعدين كابتن حسن. الاثنين طبعا كانوا مدربين بتوعي والاثنين دربوني. زي ما بقول لك يا كريم ان كل الماتش صعب. فرقه الانتاج فريق محترم وفريق فريق قوي في الموسم الجديد، ورغم ان هو صعب من الممتاز به الا ان عندها خبرات كبيره جدا، واكيد كابتن شوقي صعب المباراه. لكن ان شاء الله احنا قادرين هنا في اسماعيليه ان احنا نقدر نتخطى فريق الانتاج ونبدا البدايه. انا شايف ان البدايه مهمه جدا. يعني في اول 3-4 مباريات فاحنا الحمد لله ان شاء الله هنبقى مستعدين كويس. وبالنسبه لنا كل الفرق في نفس المستوى، كل الفرق محترمه، كل الفرق منظمه، كل الفرق استعدت بشكل جيد، ان شاء الله نقدر نبدا الموسم بشكل جيد ان شاء الله. طيب بالنسبه للاهلي والزمالك بكره نهائي الكاس، يعني توقعاتك ايه يا ميدو، او رؤيتك ايه للمباراه الناحيه الفنيه ايه؟ رؤيتي ان هي تبقى صعبه على الفريقين. رؤيتي ان لازم فريق الزمالك لازم يتعلم من اخطاء المباراه الاخيره امام الاهلي. ولان لو لعبنا يعني باي مستوى قريب، لو الزمالك لعب باي مستوى قريب من مباراه الزمالك والاهلي الاخيره هتبقى النتيجه سلبيه، يعني هتبقى نتيجه صعبه. فلازم ان شاء الله الجميع يتعلم من اخطائه علشان ما تتكررش المستوى الفني اللي حصل في المباراه الاخيره امام الاهلي. فتوقع مباراه صعبه، ما ينفعش حد يتوقع النتيجه بتاعتها، ورغم ان في افضليه للنادي الاهلي في السنوات الاخيره، لكن دايما اللي يقدر يغير يعني شيء بيحصل بقاله سنوات هو اللاعبين. انا في رايي تغيرت الاجهزه الفنيه كثيرا واللاعبين موجودين، فانا شايف ان في عدد كبير من اللعيبه ما شاركتش امام النادي الاهلي قبل كده، وده يعتبر نقطه ايجابيه. وشايف ان هم يقدروا ان هم يعني لو اظهروا شخصيه داخل الملعب ان هم يأدوا بشكل جيد ويقدروا يعملوا نتيجه ايجابيه. الناحيه الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي،
انا شايف ان هم يبقوا اهدى بكتير، وده شيء لازم فريرا يفكر فيه، ان ازاي ان هو يوصل لعيبته لنفس الحاله النفسيه اللي داخل بيها لعيبه النادي الاهلي المباراه، لان دي نقطه مهمه جدا. لكن في النهايه نتمنى ان المباراه تخرج بسلام ويعني تخرج منها مشاكل، اي مشكله هتعطلنا كلنا وهتعطل الكره المصريه. بشكرك يا ميدو، بالتوفيق ان شاء الله مع النادي الاسماعيلي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد حسام ميدو، المدير الفني للنادي الاسماعيلي. بشكر كمان مراسلنا احمد وجيه من استاد اسماعيليه. خلاص انا قلت اللي انا عايز اقوله، لكن اتمنى برضو يعني في الاخر مش حاسس يعني مش هيأس او مش حزق، اتمنى يا جماعه الهدوء، الناس تبقى عارفه هي بتقول ايه. ميدو قال كلمه خطيره جدا، خلي بالكم تشيتيما ما كانتش للنادي الاسماعيلي فقط ولكن لمدينه الاسماعيليه. خلي بالكم مدينه الاسماعيليه في اهلاويه، يعني مش كلهم زملكاويه يعني، وبعدين الاسماعيليه بتحب الاهلي وبتحب الزمالك، عايزين نبقى يعني كلنا كده يا جماعه في الوقت الصعب اللي احنا بنعدي بيه في الكوره، كل الانديه تبقى بتحب بعض. مش بقول حب بعض اللي انت ما تحبش فرقتك وتحب الفرقه الاخرى، ولكن نحترم بعض، نحترم بعض. امبارح ملهاش لازمه خالص، ملهاش لازمه خالص، بالعكس انت المفروض تحفز احمد حجازي. يعني احمد حجازي ده لعيب جديد في النادي الاهلي ومدافع منتخب مصر ولاعب نادي الاسماعيلي السابق ولاعب فيورنتينا الايطالي، ملهاش لازمه ان انت تشتمه وتحرجه وتشتم بلده وتحرجه. انت بتشتم مدينه، عارف يعني ايه بتشتم مدينه مصريه مش نادي. فكان رد الفعل سيء جدا برضه من الاسماعيلي، عشان برضه ما يعني ما بقاش بجامل الاسماعيليه، لكن هم يعني زي ما بتقولوا ايه، الاحتقان موجود لكن سخن تاني. فخلينا بقى احنا عايشين في القصه دي، هنطلع